ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة